قمة القدس تنطلق من الظهران، والملك يؤكد على وحدة الصف العربي، وكرسي غازي القصيبي يكرم رواد المسرح السعودي. وأيضا معنا في هذا المساء اهتمام عربي بالقضية اليمنية في قمة قادة العرب. هذه الموضوعات بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة تشاهدون هذا المساء في أهلا. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. يقول الملك سلمان في افتتاح القمة العربية: ستظل القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ثم يعلن عن تسمية القمة بقمة القدس، ثم يقدم دعما بقيمة 200 مليون دولار. وبعد كل هذا يجيك أحمق أو حاقد أو متخلف ويقول السعودية باعت القضية. حين يتحدث الملك سلمان بن عبد العزيز فهذا ليس صوته وحده، وإنما صوت 20 مليون سعودي يصادقون على حديثه ويفعلون ما يقولونه ويلجمون كل من يحاول أن يشكك في أن هذا الملك وهذا البلد وهذا الشعب يضعون فلسطين وأهلها وقدسها وتاريخها في قلوبهم وينصرون قضيتها أبا عن جد. السعودية اليوم فتحت ذراعيها كالعادة لكل العالم العربي وجمعتهم في واحدة من القمم التي ستبقى أبدا في ذاكرة التاريخ. شكرا لهذا الوطن الذي كلما انتهت لحظة فخر أهدانا لحظة أخرى، وانت ما مثلك بهالدنيا بلد. من عواصم الدول العربية إلى شرق المملكة بمدينة الظهران التي احتوت انعقاد القمة العربية 29 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة عدد كبير من زعماء الدول العربية، ليناقشوا في هذه القمة 18 ملفا يشغل الأمة العربية في شأنها السياسي والاقتصادي للوقوف على حلول مشتركة لعالمنا العربي. تأتي في ظروف استثنائية بلا شك لما تشهدها المنطقة من توترات، من تصعيدات في الآونة الأخيرة، الاعتداء المتكرر والصارخ من قبل الجماعات الحوثية الإيرانية التي بلغت عدد صواريخها في المملكة الشقيقة ما يقارب 117 صاروخا. في المقابل هناك مركز الإغاثة للملك سلمان يقدم 217 مشروعا إغاثيا إنسانيا للأخوة اليمنيين من جميع المناطق من جميع المذاهب دون تفرقة ما بين أي شخص، هناك بما يقارب 945 مليون دولار لدعم اليمنيين. هذه القمم المهمة يعني بتشمل عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين الزعماء والقادة والملوك العرب، بتبحث مختلف القضايا السياسية منها والاقتصادية، لعل في القلب إذا بنذكر القضية الفلسطينية هي على رأس الملفات اللي بتلقى مباحثات هامة بين الرؤساء والملوك والزعماء المشاركين في هذه القمة أو حتى في قمم سابقة حتى تجد حل لهذه القضية أو في طريقها إلى الحل بشكل كبير. أيضا قضية ليبيا وإعادة الإعمار العراق وبعض الدول العربية اللي بتواجه أزمات كثيرة لعلها من أبرز وأهم القضايا اللي بتتم مناقشتها. هذه الظروف حقيقة التي تمر بها المنطقة ليست جديدة حقيقة، ربما صار لنا عقود ونحن نعاني من أزمات متتالية، لكن اليوم أصبحت الملفات واضحة وأصبحت الأمور بحاجة إلى حل جذري حقيقة. اليوم عندما نجد أن إيران أصبحت متوغلة ومنتشرة ومتجرئة حقيقة على دول المنطقة، أنا أعتقد الأمر أصبح بحاجة إلى قرار عربي، قرار واضح، قرار
قرار مباشر. ملف الأمن القومي العربي الذي رافعت لأجله المملكة العربية السعودية من أن يكون محور رئيسي في أشغال هذه القمة، بالإضافة إلى الملف العربي المشترك الذي يجتمع حوله كل العرب، هو ملف القضية الفلسطينية التي عرفت تطورات في الفترة الأخيرة خصوصا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى المستجدات الحاصلة ربما في الملف السوري بعد تحديدا بعد الضربة الأمريكية البريطانية والفرنسية على العاصمة دمشق. علمنا أن القمة العربية الاقتصادية للتنمية الاجتماعية ستعقد في بيروت في العام المقبل، أي في العام 2019، وهي القمة الرابعة، ومن الضروري بحث مواضيع اقتصادية، وخصوصا أن العالم بأجمعه يعاني من أزمات اقتصادية. من منبر الرحمة والعطاء انطلقت قمة القدس التي أطلق عليها من ملك الحزم، ومن هذا المنطلق تبرعت المملكة $200 مليون لكل من دعم الأوقاف وبرامج الإغاثة الدولية لدولة فلسطين، والتي تدل على إعطاء آمالا لتوحيد الصف العربي على القضايا المشتركة فيما بينهم. لبرنامج يا هلا، حسين الحميدان، الظهران. للحديث أكثر عن ما جاء في القمة العربية اليوم، قمة القدس كما أسماها الملك سلمان، يسعدني أن ينضم إلي في الاستوديو الخبير الاستراتيجي اللواء متقاعد محمد القبيبان، كما أنتظر أن ينضم إلي من الكويت رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام المحلل السياسي الدكتور فهد الشليمي، وسيكون معي عبر الهاتف الكاتب يوسف مكي أثناء الحلقة. اللواء محمد، حياك الله معنا في أهلا. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك والسادة المشاهدين. تسمية القمة اليوم بقمة القدس من قبل الملك سلمان، كيف نقرأ هذه الدلالة؟ بسم الله. هو أولا نشوف إحنا هذه القمة التي أنا أعتبرها شخصيا للأمانة قمة مميزة، وقمة لها يعني آمال كبيرة، وأنا أتوقع أنها أعادت كثير إلى المجتمع العربي والأمة العربية الثقة في القيادات العربية. لننظر أولا شكلا، اليوم يعني احتفلت الظهران ب يعني وجود هذه القمة أو عقد هذا القمة في هذا أو المبنى الرائع، مركز إثراء أعتقد إنه صحيح مركز، وكان بصراحة يعني قمة في التصميم وقمة في الجمال، وبصراحة نهني من قام على الإعداد لهذا المؤتمر وأنجح بهذه اليسر والسهولة. هذا أولا من ناحية شكلا. مضمونا أنا زي ما قلت لك الحضور اللي اليوم في القمة كان لافت سعد مفرح. احنا نتكلم اليوم عن 4 ضيوف غير الزعماء العرب، نتكلم على الأمين العام للأمم المتحدة، نتكلم على رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، نتكلم على السيدة مونغيري اللي هي سفيرة الأمم الاتحاد الأوروبي، وكذلك أعتقد في شخصية رابعة بنذكرها أثناء الحديث. وكانت كلمة خادم الحرمين الشريفين أنا أعتقد أن هي كلمة واضحة وصريحة، وكانت مقدمتك دعم لما تحدث به الشارع السعودي بأنها إسكات لمن تحدث وأراد أن يشك أو يشكك بموقف المملكة العربية السعودية، ابتداء بخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين والحكومة السعودية والشعب السعودي فيما يخص القضية الفلسطينية. الدعم اللامحدود الذي تقدمه يعني حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذا المبلغ، وكذلك الدعم السياسي، وكذلك أول ما بدأ حديثه خادم الحرمين الشريفين تكلم عن القدس وسميت بقمة القدس. هذه الرسائل التي بعث بها خادم الحرمين الشريفين هي ليست فقط للمشككين في مواقف المملكة العربية السعودية أو حتى جامعة الدول العربية، لأنه في خبايا لا أنا ولا أنت ولا حتى الإعلام كله يدري ماذا يدور خلف الكواليس عند القادة، هم أقرب إلى القرار وهم أدرى باللقاءات الدولية، ولكن هذا رسالة لمن أراد أن يشكك حتى من المجتمع الغربي. بعدما قرر الرئيس ترامب بنقل السفارة إلى القدس ومن ثم سيتم الاعتراف بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، أنا أعتقد أن هذه يعني رسالة إليه اليوم ليراجع نفسه هو والإدارة الأمريكية، بغض النظر
العلاقات جيدة، العلاقات من أفضل ما يكون، زيارات كانت واضحة تتم بين البلدين. ولكن أعتقد خادم الحرمين الشريفين بدأ بقضية القدس لما لها أهمية في عقيدتنا، وليس فقط لأنه أرض اغتصبت، لا، هذا عقيدة لنا. المسجد الأقصى هذا يعتبر أولى القبلتين، صلينا عليه في بداية الرسالة النبوية، ومن ثم تم التحويل إلى البيت المكي الشريف. لذلك هي في عقيدتنا لها أهمية قصوى. منذ أنا كنت صغير، ويمكنك ما تذكر، أنا ما بكبر منك ذا مرة، ولكن كنا وحنا في الابتدائي أعتقد كان في هنالك دعم مستمر، ودائما أنا أقوله وأكد على الشيء ذا للي ما حضر الماضي ويتنطع بحكي يقول لك إن المملكة ما لها ولا لا. كان زمان يأخذون مننا ريال دعم للقضية الفلسطينية وندفعه ونتفاخر فيما بيننا عندما نأخذ هذا السند كطلبة صغار في الابتدائي. وإلى اليوم أنا ما أنسى هذا الموقف، بالرغم من المدارس أخذت منه المقصف ولا رجعنا منه شيء أرباح، لكن هذا اللي أنا أعتقد أني طلعت منه من المرحلة الابتدائية بهذه الذكرى الجميلة. واليوم ولله الحمد خادم الحرمين الشريفين يؤكد على أن ما بناه الملك عبد العزيز والملوك السابقين رحمهم الله جميعا إنما هو منهاج وخط واضح تجاه القضية الفلسطينية. جميل جدا. أنا أسمح لي أرحب بضيف الكريم الذي ينضم إلي من الكويت، الدكتور فهد الشليمي. دكتور فهد حياك الله في أهلا، نورتنا في روتانا. الله يسلمك وينور عليكم وعلى ضيفك الكريم وعلى مشاهدينك. أهلا بك دكتور. ماذا يعني أن يطلق مسمى قمة القدس على القمة العربية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسأل فيلق القدس، هذا اللي عاملين فيالق أيه. فيلق القدس وجيش القدس سووا هذولا ولا شيء. أنا أعتقد هذه قمة القدس، لو شفت المفاجأة على الرؤساء وقعها على وجه الرئيس الفلسطيني، كانت في الصميم في التوقيت، وحتى الدعم اللي تحدث عنه خادم الحرمين والذي قدم للقدس. أنا أعتقد هذه القمة، بس بتحدث عنها شوية إذا سمحت لي. طبعا. أنا أعتقد هي صيانة الأمن القومي العربي، عادة تعريفه. النقطة الثانية هي تأكيد على دعم القضية الفلسطينية وعلى دعم القدس. النقطة الثالثة التأكيد على محاربة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذه الحقيقة كانت أعمدة البيان الختامي والنقاش اللي صار، ولو شاهدت التفاؤل والارتياح على الوفود خلال السلام على خادم الحرمين الشريفين واستقباله لهم، تشوف لغة الجسد فيه تفاؤل وفيه ارتياح. التحليلات والتعليق كلها دائما كانت مؤشرات إيجابية. وأنا أريد أن أوجه رسالة للأخوة العرب اللي يقولون إيش فائدة مؤتمرات الجامعة العربية. خلني أقول لك أنا شنو فائدة مؤتمرات الجامعة العربية. النقطة الأخرى أنها تؤكد في بياناتها على حقوق عربية. هذه الحقوق العربية يجب أن لا نتنازل عنها، ويجب أن نضمنها كل البيانات الموجودة، لأنها في المستقبل يتم الارتكاز عليها لقرارات دولية. وأدلل على كلامي قرارات دولية مثل ما تفضل سعادة اللواء، الأمين العام كان موجود، سكرتيرة الاتحاد الأوروبي، منظمة المنظمة العالم الإسلامي، والمنظمة الاتحاد الأفريقي. إذا نحن نتحدث على أهمية هذه البيانات. النقطة الثانية، هذا هو المكان الوحيد اللي تجمع فيه كل رؤساء العرب تحت سقف واحد بالرغم من اختلافاتهم وبياناتهم، سواء بحضور الرئيس أو بحضور من يمثل الرئيس، فهو هذا البيت الوحيد. عتبنا على بطء الآليات، الآن أعتقد سوف يتم تنشيط هذه الآليات. بالنهاية أنا أعتقد متفائل في هذه القمة. بيانات القمة كانت من 23 إلى 19 بند دائما. هذا بيان القمة كان very precise، كان دقيق وواضح، والمحاور محددة وعددها قليل وفي الصميم. الأمن القومي العربي، مكافحة الإرهاب، دعم القضية الفلسطينية والقدس، نقطة آخر السطر. وهذه كانت واضحة وضوح. وفي نقطة جديدة، أن الوفود، رؤساء الوفود يوقعون على النسخ اللي تم الإرسال لهم، وهي من ضمن التعهدات، وهذا شيء أيضا إيجابي، تجد أن الناس تكون موجودة وبالتالي كل واحد يحترم التوقيع اللي وضعه.
باختصار الله يوفقهم، القمة كانت الحقيقة يعني مريحة للرؤساء، ما فيها احتقانات غير القمم اللي فيها مشادات وفيها انسحابات، الكل كان الجو إيجابي، فهذه يعني تجعل المراقب يتفائل في هذه القمة. جميل جدا. لو محمد أبربط ما بين الكلام اللي قاله الدكتور فهد الآن لما قال أنه المحاور قصيرة ومحددة، وقبلها كان يقول أنه من الأشياء اللي نتمنى التغلب عليها بطء الآليات، اليوم لما أحدد 3-4 محاور هل هذا يعطي رسالة بتسريع آليات تنفيذها قبل القمة القادمة؟ وهذه أنا أعتقد القراءة التي يعني قراءها خادم الحرمين الشريفين بأنه الاجتماعات السابقة والكلمات التي لا طائل منها والكلمات التي تجعل من في المجلس أو في المؤتمر ينام، لا نريد هذا. نحن أمامنا 4 قضايا رئيسية، تحدث خادم الحرمين الشريفين عن قضية القدس، تحدث عن قضية التدخلات الإيرانية، تحدث عن الإرهاب، وكذلك ذكر بما هو ما معناه الاقتصاد، ويأتي ضمن الاقتصاد الفساد، لأنها هي تقرأ ما بين السطور. هذه الأربع النقاط التي أنا أعتقد بأنه بعد هذه السنوات 7 منذ الثورة السورية أو 8 سنوات والعالم العربي ينقسم إلى 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 يعني شيء مخيف جدا، وأصبح هذا يعني زي ما تقول حمل ثقيل على المملكة العربية السعودية كقيادة وحكومة وشعب، بأنها لا بد أن تلعب دورها الرئيسي وأن تجمع هذا الكيان العظيم. نحن لدينا كيان عظيم سيدنا فرح، يعني من المحيط إلى الخليج نتكلم بلغة واحدة لمسافة آلاف الكيلومترات، هذا ترى إرث عظيم لا يوجد في العديد من المواقع الجغرافية في العالم. أرجع إلى نقطة النقاط الرئيسية التي تحدث عنها خادم الحرمين الشريفين وكذلك بعض أصحاب الفخامة وأصحاب السمو رؤساء الوفود، تحدثوا عن التدخل السافر الإيراني في الدول العربية. نعم، المجتمع الدولي لم يقم بدوره، المجتمع الدولي يتبع أسلوب لا مؤاخذة مايع مع إيران بغض النظر عن الكلمات التي يتحدث بها بعض الزملاء، لكن الانشقاق ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول روسيا وإلى آخره في دعم هذه الفوضى التي يراد بها في هذه المنطقة، أنا أعتقد أنه من اجتماع بحر الميت واليوم تتغير الأحداث وتغيرت السياسات. الآن لابد أن يتفاعل المجتمع الدولي مع هذه النقاط الأربع. اليمن كان محور حديث، وأنا أعتقد أنك ذكرت هذا في بداية، وبنخصص في له محور في بداية، بس أنا كنت لأنه هي من الأشياء المهمة، تحدث إطلاق الصواريخ بصناعة إيرانية رسالة للمجتمع الدولي، إن لم فسوف نقوم بدورنا نحن في المملكة العربية السعودية وسوف يكون لنا يعني ضربات موجعة. نستطيع في آخر أو أعتقد خلال بكرة أو بعد بكرة سيكون خادم الحرمين الشريفين بكرة اللي هو بالتشريف التمرين، الحفل الختامي لتمرين الدرع المشترك الخليجي 1، هذا أيضا هنالك رسالات عديدة ترسل من قبل هذه المؤتمرات السياسية والانتهاء بمواضيع عسكرية زي ما ذكر أخوي الدكتور فهد يتكلم على الأمن القومي العربي. هذا المفهوم ترى اختلف، يعني غيب في تقريبا خلينا نقول 25 سنة الماضي، ولكنه يمكن القوة أو الأحداث أو الظروف هي التي جعلت القادة العرب ينظرون إلى أنه المفهوم الأمن القومي العربي لابد وأن يفعل. فخامة الرئيس السيسي تحدث اليوم عن إطلاق الصواريخ على مدينة الرياض أو على المناطق في المملكة العربية السعودية جازان ونجران والآخر، بأن هذا يؤثر على مفهوم الأمن القومي العربي. لذلك هذه الآلة العسكرية التي سوف يختم بها هذا الاجتماع هي في رسائلها، كما أنا وأنت والأستاذ خالد الله يذكر بالخير والأخوان الزملاء اللي قبلكنا تحدثنا عن رعد الشمال، هذه رسالة أخرى بأننا نحن قادمون على بناء قوة عسكرية قد لا تكون قوة عربية مشتركة ولكنها قوة عسكرية تعمل على حفظ الأمن القومي العربي. يفهم من يفهم ومن لا يفهم لابد أن يرجع ويجلس في الدرس ويسمع زي. جميل. دكتور فهد، من النقاط اللي ركزوا عليها محاربة الإرهاب وعدم التدخل في شؤون الدول، الرسالة والمقصود واضح، إيران على طاولة القمة العربية يجلس مجموعة من قادة الدول الذين تدخلت إيران في شؤونهم وتواجدت على أراضيهم، ما الذي نتوقعه بعد هذه القمة بخصوص الدور الإيراني؟
والله شوف قبل لا أجاوب على سؤالك، ترى ذكرى الإسراء والمعراج صار لها يومين أو ثلاثة أيام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر أسري به إلى القدس، فبالتالي جت في التوقيت جاء في ذكرى قريبة من الإسراء والمعراج وإلى القدس وأصبحت قمة القدس. سياسيين ما يقولون شيء عبث، لازم شيء مقصود معروف. أرجع إلى البيان، البيان لم يذكر إيران، وأنا أعتقد صار هناك أخذ عطاء بين الرؤساء على هذا الموضوع، فالسياسيين يقرؤونها. يعني أنت فهمت الآن، وأي واحد يفهمها، من يتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذكرها صاحب السمو أمير الكويت، وذكرها بشكل واضح، واللي يريد أن, أن, أن يفهم فن إدارة العلاقات الدولية والشخصية أنصحه يستمع إلى كلمة الشيخ صباح الأحمد، كانت كلمة جميلة جدا ودبلوماسية وسياسية لكن واضحة. الآن العالم الآن يحارب إيران، إيران تدخلت في دول حتى وصلت إلى كولومبيا عبر أذرعها في حزب الله أو الأذرع المشابهة لها. هذا التدخل الناس ضاقت فيه في محورين، إما أن يتحرك المجتمع الدولي وأنتم تحدثتوا فيه، صار هناك انتقاد شديد لمجلس الأمن، وإذا لاحظت معظم كلمات رؤساء الوفود ورؤساء الدول دائما وضعت مجلس الأمن، ما قالت الأمم المتحدة، قالت مجلس الأمن، لأنه هو المسؤول، الجهة المخولة والوحيدة والمسؤولة عن السلم والأمن العالميين، وبالتالي مجلس الأمن أيضا يتحمل مسؤولية. النقطة الأخرى، لا نريد أن نقول إيران، نقول نظام الملالي الذي يسيطر على إيران، الشعب الإيراني نفسه تظاهر ضد هذا النظام. الأحوازيين إلى الآن مظاهراتهم صار لها أسبوعين، إلى الآن شغالين مظاهرات. إذن هذا النظام مكروه من شعبه، نظام الملالي في إيران. بالتالي مكافحة الإرهاب تأتي إما بفرض عقوبات أو خلينا نجرب طرف آخر، نترك حرية الخيار لفتح مكاتب للمعارضة الإيرانية داخل الدول المتضررة. ما هو فاتح حزب الله العراق وحزب الله لبنان وحزب الله الجزيرة العربية وحزب الله بالكويت طلع عندنا وحزب الله في البحرين، لماذا لا نفتح مكاتب تمثل جهات المعارضة المظلومة، سواء مجاهدي خلق، حركة الأحواز، الأكراد؟ هذه هي الرسائل اللي يفهمها النظام. النظام يريد مشاكل مع جيرانه، لو سلط مشاكله أو اهتمامه على المشاكل الداخلية لسقط النظام. أحد الوزراء يتهم مرشد الثورة، يقول أنت مثل جوبلز اللي هو وزير إعلام هتلر. إذا نحن نتحدث على نظام فاقد الأهلية، ولكن هذا النظام يلعب على المصلحة، الأوروبيين لهم مصالح ولهم شركاتهم كمان، نحن لازم نفهم العقليات الأخرى. بالتالي التنديد فقط وطلب التنديد بالبيانات وعدم فرض عقوبات أو عدم فتح مكاتب للمعارضة الإيرانية التي تعارض هذا النظام والتي تضررت من النظام أكثر مما تضررت دول الخليج، هذه هي الإجراءات الإيجابية اللي يمكن نأثر فيها على النظام. لا نريد من نظام في إيران أو إيران بشكل عام، إيران لا تستطيع أن تغيرها، الجغرافيا موجودة لا تستطيع أن تغيرها، ولكن تستطيع أن تؤثر وتغير في المسلك الإيراني وعلاقته مع دول الجوار. أعتقد أن هذه هي الأمور مقبولة سياسيا ومقبولة دوليا، عقوبات دولية، عدم تعامل مع النظام في إيران، وفتح مكاتب لضحايا النظام الملالي في إيران وجعلهم يقولون للعالم نحن أيضا ضحايا من هذا النظام. طيب دكتور، ملف اليمن، يعني أبغير البوصلة في الحديث، أبدأ مع الدكتور فهد وأعود لك لواء محمد. ملف اليمن، 119 صاروخ أطلقه الحوثيون على السعودية، في المقابل عمليات الإغاثة لليمن مستمرة والبناء في اليمن مستمر، في مقابل سعي الميليشيات إلى التدمير والقتال الدائم. وش اللي نتوقعه في ملف اليمن بعد القمة العربية؟ أول شيء أقول تحية للمملكة العربية السعودية، شكرا، والتحالف ورجال التحالف ورجال الحد الجنوبي ورجال الأمن وكل رجل مخلص موجود في شبه الجزيرة العربية يشاهد هذا الفعل. يا أخي شتان ما بين من يقدم الحياة وما بين من يصنع الموت، شتان. الملك، مركز الملك سلمان، دولة الإمارات ومساعداتها، الهلال الأحمر الكويتي، الهلال الأحمر البحريني، المساعدات الأخرى من الدول الشقيقة، كلها تبعث الحياة والأمل
في اليمن، دعم الحق اليمني، العمليات اليمن، العمليات الآن في اليمن كلها عمليات إيجابية. أمس الفريق فهد بن تركي رافع العلم على ميدي مع القائد المنطقة اليمني، بالتالي احنا كلها مؤشرات إيجابية. نأتي إلى استخدام الصواريخ، انت فاكر الحوثي هذا المعفن يصنع صواريخ؟ هذه كلها صواريخ جابوها له تهريب وركبوها له من حزب الله، من حزب الله وبالتحديد حزب الله العراق وحزب الله إيران، وبدخلوا بالتأكيد بجوازات سفر لبنانية وركبوا لهم الصواريخ، وبعضهم دربوهم في مدارس سواء في صنعاء أو في جنوب لبنان. هذه هي المنظومة، هذه منظومة عصابات عنده خسارة في الجو، ما عنده قدرات جوية، عنده خسارة على الأرض، ما عنده الحل إلا استخدام الصواريخ لبث الرعب. الصواريخ الله يبيض وجيههم الدفاع الجوي، رجال الدفاع الجوي السعودي اللي والله نحييهم ونحيي المواطنين، الشعب السعودي بطل. نعم شكرا لك. بطل يعني تقول يعني خافوا، بالعكس تجد بعضهم يصور وإن كنا نتحفظ على إعلان موقع الصاروخ. لكن أعتقد أن القضية اليمنية قضية إن شاء الله محسومة وفيه إنجازات تتحقق، ورمي الصواريخ هو من قبيل التهديد وبث الرعب لأنها لا ترمي أهداف محددة، هو يرمي صاروخ أعمى باتجاه تقريبي وليس على أهداف محددة. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى يسر، ورجال الدفاع الجوي موجود، وإذا تلاحظ حتى أيضا الحقيقة الشعب السعودي، لذلك القضية اليمنية هو دعم لليمن ومساعدات، وإن شاء الله في خير لليمن. اليمن عنده مشاكل، لكن أنا أقول بس ملاحظة صغيرة. تفضل. إذا من يريد أن يستعيد ويحرر صنعاء وبالذات من حزب الإصلاح، نبوداركم استحوا على وجيهكم. حزب الإصلاح هذا حزب يجب أن لا يعمل لمصلحة اليمن، وبالتالي علينا أن نقيم الحقيقة النظرة هذه بالنسبة لحزب الإصلاح اليمني ودوره، ونقيم دوره. اليوم طالعين مظاهرات في تعز، بالتالي أنا أعتقد يجب أن يتم تقييم، والقيادة اليمنية مش التحالف، القيادة اليمنية عليها أن تراجع موقفها في هذا الموضوع بالنسبة لحزب الإصلاح لأنه لم يقدم شيء. أما باقي الأمور في اليمن فأنا إن شاء الله أؤكد لك في نجاحات متوقعة وكبيرة قادمة في اليمن بإذن الله تعالى. وأحنا دكتور فهد أيضا يعني باسم كل السعودي نحييك على كلماتك وعلى مواقفك الشجاعة وصوتك القوي دائما في مثل هذه القضية وغيرها. اللواء محمد، ملف اليمن شتان بين من يقدمون الحياة وبين من يصنع الموت مثل ما يقول الدكتور فهد، كيف تعلق؟ وهذا هو أنا أقول لك دور المملكة، يعني دائما وأبدا لها يعني أقول لك دور كبير في استخدام القوة الناعمة، وهذا من الأشياء. يعني لما نتكلم عن المبالغ 10 مليار دولار و400 مليون، استمرار دعم للاقتصاد اليمني، استمرار دعم حل قضايا الأفراد اليمنيين داخل المملكة العربية السعودية، العمل باستمرار لدعم المنظمات الإنسانية على مستوى العالم عن طريق مركز الملك سلمان. وما أبغى أقاطعك ولكن يكفي أنه حتى في الاسم الرسمي وإعادة الأمل. وإعادة، نعم هذا هو. ولكن الحرب ذكر سموه ولي العهد أثناء زيارته أنه فيه يعني هناك بعض الأخطاء تصير، ومع ذلك هنالك فريق تقييم يقيم هذه الأحداث، وتقوم المملكة العربية السعودية بالتعويض للأشخاص المتضررين مباشرة من هذه الأحداث. إذا نتكلم عن الوضع الإنساني، أنا أقول لك أنه يمكن بلا مبالغة أن الوضع الإنساني أثناء الحرب والدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية وقوات التحالف وشقيقتها الإمارات أنه صحيا أفضل مما كان عليه في أثناء في عهد صالح. المشكلة تأتي وين؟ المشكلة تأتي من هاللصوص اللي يسرقون من يعني يسرقون المواد الغذائية وإلى آخره ويتم بيعها بقوة السلاح. هذه النقطة التي يجب أن يعمل عليها التحالف يعني أكثر ديناميكية وأكثر صرامة فيما يخص إيصال المساعدات. فالمساعدات تقدمت ولم تقدم لأي شعب. صحيح اليمن، وأنا أقول لك كان اليوم الأول أثناء عمليات عاصفة الحزم طلعت أعلق على العمليات العسكرية وذكرت بأنه إذا لم ينتبه للوضع الإنساني في اليمن، لأنه اليمن مهلهل أساسا، لا يوجد لديه مستشفيات بالتقنية العالية، وليس هو فقرا في البلد، إنما اللصوص على صالح جماعته زي ما ذكر الأخ فهد، الحزب المدرمين، هالأحزاب وهالتكتلات هي التي مقطع البلد. وعندما
حصلت عاصفة الحزم وإعادة الأمل وجدنا أنه ما سبب المشكلة الحوثي بقدر ما سبب المشكلة التفكك الداخلي في البنية التحتية والبنية السياسية والتكتلات السياسية في اليمن هي التي صعبت الأمر. لذلك وجود سمو الأمير فهد في ميدي ووجود قوات عسكرية، وهذا دائما ما كنا نتحدث فيه خوي مفرح بأنه الخبرة على عيني وراسي في القتال الجبلي وثلاث سنوات، ولكن لابد من وجود قادة عسكريين ذوي تعليم عالي ولديهم من الخبرة والدراية فيما يدور في الصورة الاستراتيجية اللي بأكملها. وجود الفريق التركي وكان مع أحد الأصدقاء الألوية كنت أنا أشوفه يتحدث، معناته أنه في فعلا هنالك تأمين للمواقع التي يتم تحريرها، ويعني محاولة للقضاء على الأشياء التكتيكية اللي هو تكلم عن ألغام وما آخره وإلى آخره والمحافظة وتأمين المناطق. هذا ما سوف يعني يدعم العملية الإنسانية والعمليات العسكرية، بالإضافة إلى أنه يعني سمو الأمير محمد أنا دائما لازم أستشهد بكلماته، هو الرجل الذي يرى أكثر مما نشوف أنا وأنت ولا الأخوان والأخوات المشاهدين. عندما يتحدث نحن نعمل على سياسة النفس الطويل، هذه يجب أن نقرأها في العلوم العسكرية، لسياسة النفس الطويل بمعنى أنك تعمل على تأمين المناطق، لأن هنا قدامك كم 20 مليون مدني، يعني لا وجود شلاتر، لا وجود مناطق يعني آمنة، لم يتم بناء أي شيء للشعب اليمني في حال تضرره من حروب وهكذا إلى آخره، إنما عمل مخازن للأسلحة والذخيرة نجح فيه هذه، أنا ما أقول لك لا. لذلك لابد من يعني النظر في أن هذه الأزمة العمل فيها بسياسة النفس الطويل وأنها، ويعني بتكون هناك زي ما تقول في جدية وأكثر صرامة في عندما يتم التحرير، وإلا ميدي ترى ذي تحررت من زمان ثم رجع واستولى عليها الحوثيين العديد من المناطق، وهذا كنا ما نتكلم عليه. لأنه على فكرة نقطة أخيرة بس فيما يخص الشأن اليمني، يمكن الضيف الذي سوف يأتي يتحدث أكثر، أنا أقول لك أنه هنالك في مشكلة ما بين القيادات العسكرية في اليمن، لأنه في أحد الضيوف وأنا على أحد القنوات يتحدث بأنه عندما يتم تحرير منطقة من قبل حزب أو تكتل أو شيخ أو يعتقد أن خدع عليها صك وأصبحت له، وهذه مشكلة يمنية يمنية لا نستطيع أن نحلها. ولكن أنا أتوقع، أنا أقول لك أتوقع بأنه بتحرير المواقع الرئيسية اللي هو على الساحل وبعض المواقع ذات الاستراتيجية المهمة سوف يرضخ مشايخ القبائل، الشعب اليمني ليس برضوخ القوة إنما هو استخدام العقل والذهاب مع الشرعية والخروج من هذا المازق الذي ما مفروض ما يوصل إلى هذه الفترة لو تكاتف الشعب اليمني كما كنا. ولا أنا هنا أشير بأصبعي، ولكن الشعب وجد صعوبة في ظل قيادة 30 سنة أعمتة خلت لا مؤاخذة يعني ينظر إلى بس فقط لقمة العيش من دون أن ينظر إلى بناء الدولة والمؤسسات. نعم دكتور فهد، أرجع لك في البيان الختامي أيضا حول فكرة ومصطلح الأمن القومي العربي، يمكن من زمان ما تداول هذا المصطلح في الدول العربية. احنا شاهدنا التحالف الإسلامي وغدا سنشهد درع الخليج، تمرين درع الخليج، هل نتوقع أن تكون هذه بداية فكرة لقوة أمنية عربية موحدة؟ ولا هذا حلم بعيد وصعب؟ ترى لا كان هذا مطروح في القمة اللي صارت في شرم الشيخ في مصر، لكن مصطلح الأمن القومي العربي ممتاز سؤالك. مصطلح الأمن القومي العربي كان والنظام في إيران يشكل تهديد علينا فقط، فكنا نتحدث على أمن خليجي ويا جماعة الإيرانيين، وكانوا يقولون لا أنتوا لازم تعملوا لكم علاقات كويسة وتتعايشوا مع هذا النظام، وتبدأ طروحات منها إدخاله من ضمن المنظومة الخليجية. وكان الآن اللي اكتووا بنظام الملالي من الدول العربية هم الآن رجعوا وقالوا نعم الأمن القومي العربي لمواجهة التهديدات الإيرانية والتدخلات الإيرانية. فالشكوى من نظام الملالي اللي في إيران انتشر الآن إلى النظام العربي، وهذا يؤكد صدق كلام وتحليلات وبيانات دول مجلس التعاون الخليجي لما كانت في القمم الخليجية وكنا نقول التهديدات الإيرانية، كانوا يقولون لنا هذه التهديدات الحقيقة يعني ليست واقعية وابتزاز لكم من الأمريكان عشان تشتروا سلاح. لا
هما هذه التهديدات وصلت بعض الدول، وصلت إلى الجزائر، وصلت إلى تونس، وحتى المصريين اشتكوا منها، السودانيين، المغرب. بالتالي الحمد لله أن هناك إجماع على أهمية وجود الأمن القومي العربي، وبالتالي تكون مجموعة روابط تكون موجودة. المملكة العربية السعودية عندها خبرة في إدارة التحالفات من عاصفة الصحراء 1991 إلى الآن، وقبلها كانت درع الصحراء للتحضيرات. بالتالي السعوديين صار عندهم خبرة في هذا الموضوع. فتلاحظ رعد الشمال كان هناك تمرين، درع الخليج الآن في تمرين، بالإضافة إلى تمارين أخرى في البحرين. نستطيع الحقيقة أن نتحرك في هذا المنظور. صحيح. ونجعل الدخول لحلف الأمن القومي العربي اختياري. نعم دكتور فهد، إذا تسمح لي، لكن نجعله، وبعض الدول عليها ضغوط، وبعضها عندها جوار، وبعضها عندها. إذا تسمح لي دكتور قبل ما ينتهي وقت الاتصال معك، وديت أسمع تعليقك على موضوع أو لقطة أنا شفتها في القمة العربية ولفتتني. السلام والحديث الحميم الكبير اللي شفناه ما بين الملك سلمان والشيخ صباح الأحمد، وأخذ بيد بعض ومشوا إلى القادة مع بعض. أباخذ قراءة أو تعليق منك حول هذا المشهد من بدايته إلى وصولهم للقاعة اللي كان فيها القادة العرب. أنا تابعت اللقاء، وكان آخر الواصلين. صحيح. الشيخ صباح الله يطول بعمره، وهذا أعتقد من ضمن البروتوكول السعودي، أنه يريد الملك أن يمشي مع أخوه. فيه مغاربة في السن، في رسالة إيجابية، مسك الأيادي، كما نشوف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشوف أيضا ملك البحرين، وأيضا ولي العهد وابن ملك البحرين اللي كان مرافق لوالده. يا أخي إحنا عائلات خليجية وعائلات مع بعض ونقرب البعض، وهذه رسالة لكل مرجف وكل منافق، سواء عندنا في الكويت أو في أي مكان آخر يشكك بالأدوار. يعني هذا دور تاريخي، والعلاقة علاقة أخ بأخيه، وإحنا أهل مع أهلهم. لا توقع في اليوم الأيام نرخص حنا في أخواننا وفهلنا. أرواحنا دون الأراضي السعودية كما قدموا أرواحهم لتحرير دولة الكويت في 1991. كفو دكتور، أنت وكل الكويتيين الأشقاء وكل الخليجيين، شكرا جزيلا لحضورك معنا في أهلا. دكتور فهد الشليمي، أعود لك لواء محمد قبل ما نختم هذا اللقاء. طرحنا مجمل النقاط، شفت اللي صار في البيان الختامي، كل هذه النقاط أباخذ منك مثل ما نسميها الزبدة حول ما حصل في القمة العربية إلى الآن. رسالة اطمئنان للأمة العربية للأمانة، رسالة اطمئنان أن هنالك قادة ينظرون دائما وأبدا لازدهار ورخاء المواطن العربي، تتطلب الكثير من الجهد ومواجهة التحديات. بوجود القمة في المملكة العربية السعودية والبيان الختامي، أنا والله بصراحة ما سمعته قبل أجيك، لأنه أعتقد أثناء دخولي هنا كان البيان الختامي، لكن النقاط كانت حول صيانة الأمن القومي العربي، القدس، الإرهاب وعدم التدخل، وهو أهم ما في البيان بأكمله قضية القدس، وسميت عليها قضية القدس لأن قضية القدس هي قضيتنا الأولى والأخيرة، هي على فكرة من يجمع الأمة العربية، وهي من يفرق الأمة العربية. ودائما وأبدا كانت قضية القدس لدى قادة المملكة العربية السعودية وأشقائهم وأصحاب السمو وفخامة الرؤساء هي القضية المحورية الأولى. يعني إحنا لو شفنا في الآونة الأخيرة، خاصة منذ وصول الإدارة الأمريكية، في ظل الكلام اللي سمعناه من ناحية أخرى، وجدنا أن هنالك قياديا نتكلم، ما علينا من اللي بربس داوي يحكي واجد في الإعلام، هذا ما علينا منه، هذا يحاولون شق الصف العربي، ولكن للأمانة وجدنا أن هنالك تقارب قيادي، والبوصلة اتجهت إلى وين؟ اتجهت للرياض، لأنه استغلال وجود القمة العربية في يعني خلال عام وصار الموضوع ذا، وكان هنالك يعني حقيقة موقف الملك سلمان بدعمه بهذا المبلغ وطرح القضية وتسميتها بأنها مؤتمر القدس أو قمة القدس. أنا أعتقد أنه في هذه رسالة تطمينية للعالم العربي، ولكن علينا أن نواجه التحديات أيضا كذلك من داخل القادة العرب، وألا نعمل بإزدواجية، لأنه للأسف في من بعض القادة العرب مع احترامي لهم هنالك الإزدواجية، وهذا ما صعب القضايا أكثر وأكثر، وإلا
قضية مثل سوريا وقضايا زي كذا نستطيع أن نتعامل. الله يجمع كلمة العرب يا رب. اللواء محمد القبيبان شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك. الدكتور فهد الشليمي يقول: شتان بين من يقدم الحياة وبين من يصنع الموت، في إشارة إلى ما تفعله السعودية والتحالف العربي في اليمن وبين ما تفعله الميليشيات الحوثية، ويؤكد أن كل كويتي يدافع عن السعودية وهذه لحمة عربية وصورة مهمة. اللواء محمد القبيبان يقول: أن قادة المملكة العربية السعودية على مر التاريخ كانت وما زالت وستظل القضية الفلسطينية هي القضية المحورية التي يدعمونها وينصرونها ويقدمون فيها كل ما يستطاع. القمة العربية في الظهران انطلقت اليوم، البيان الختامي كما تابعتموه، وتمرين درع الخليج المشترك الأول أو واحد سيكون غدا، ونحن في أهلا نواصل التغطية والمواكبة لكل هذه الأحداث، ليس فقط لأنها أحداث إعلامية يجب أن تغطى، ولكن لأننا نفاخر كثيرا أن تكون المملكة العربية السعودية هي عاصمة القرار العربي. بعد الفاصل مكملين معكم. حياكم الله من جديد في أهلا. كرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية في جامعة اليمامة احتفى باليوم العالمي للمسرح. بالأمس كنا نتحدث هنا في برنامج يا هلا عن المسرح السعودي وعن تاريخ المسرح وعن واقعه والتطلعات اللي نرجوها في المستقبل. اليوم نربط هذا الأمر بما كان والجديد اللي صار في احتفال كرسي غازي القصيبي، أنه حدث تكريم عدد من الشخصيات اللي أسهمت في صناعة المسرح السعودي بلا مبالغة، وفي تقديمه في واحد من الأزمنة اللي كان فيها المسرح السعودي متوهج جدا. أنا اليوم بكثير من الشرف سأستضيف أحد أعمدة الفن السعودي أو الذين يعني زرعوا في ذاكرة الأجيال تاريخ المسرح والفن السعودي. قبل ما استقبله وقبل ما أعرفكم عليه، خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل معكم. نظم كرسي الدكتور غازي القصيبي بالتعاون مع مادة الشؤون الطلاب بجامعة اليمامة مهرجان الثقافة والفنون. يهدف القائمون على الكرسي والجامعة استغلال الطاقات الإيجابية الكامنة في نفوس الطلاب، لا سيما في هذه الفترة التاريخية الحرجة التي تمر بشبابنا ومجتمعنا، وفيها الكثير من المغريات والأفكار والآراء السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وثوابتنا. الحقيقة هذا الكتاب يعكس إنجاز وطن، إنشاء الجبيل وينبع وصناعة البتروكيماويات التي وضعت المملكة في خارطة هذه الصناعة وأصبحت ثالث دولة عالميا، يعتبر من أهم الإنجازات التي قادت حكومة هذا البلد وبسواعد مواطنيها، وكان لي دور متواضع في تأسيس هذه الصناعة كأول رئيس تنفيذي لسابق مع مجموعة من الشباب السعوديين بتوجيهات من الدكتور غازي القصيبي رحمه الله لما كان وزير الصناعة، وانشأت هذه الصناعة وأصبحت الآن مصدر دخل رئيسي للبلد وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي. والحقيقة هذا الكتاب يروي قصة كفاح كل اللي ساهموا في إنشاء هذه الصناعة والموجودات التي بذلتها الدولة، وأصبحت الآن هذه الصناعة مصدر فخر واعتزاز لهذه البلد وللمنطقة. أنا والله سعيت بتواجدي، علما أني ما انهيت التصوير اليوم اللي هو اليوم احنا السبت للساعة 2 الظهر، يعني مواصلين من امس انا والطاقم اللي معي حدود 60 شخص من ذكر وانثى كلهم نايمين. الوحيد اللي صحى انا حبا للمشاركة في كرسي الدكتور غازي القصيبي رحمة الله عليه، رحم الله ادباءنا وفنانيننا وشعراءنا ومبدعينا. فبالعكس شيء جميل في هذا الملتقى، نلتقي مع أخوة مع من زمان ما شفناهم، أشغلنا التصوير حقيقة يعني. أولا من الجميل جدا تشوف مؤسسة تعليمية تعني وتعنى الحقيقة فيما يسمى
بالفن، المسرح، الشعر، الأدب، هذا شيء جميل جدا، وخصوصا إذا كان بإحياء هذا الرجل الذي كان مواطنا الدكتور غازي القصيبي رحمه الله. إن المؤسسات التعليمية وأصحاب المعروف يستطيعون بعث من في القبور، وليس بعثهم أحياء وإنما بعث تراثهم لئلا ينسوا كالحطام، كما تفعل بعض المؤسسات كوزارة الإعلام التي لم تتحدث أبدا يوما عن موضوع أولئك الراحلون من الفنانين الذين مضوا وكأنهم لم يمروا على بوابة التلفزيون. في ختام المهرجان تم تكريم رواد المسرح والفن التشكيلي من قبل معالي المهندس عبد العزيز الزامل رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي الدكتور غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية والقائمين على الجامعة. عبد المحسن التميمي لبرنامج يا هلا الرياض. شكرا للزميل عبد المحسن التميمي، بكثير من الشرف والاعتزاز يسعدني أن أرحب معي هنا في الاستديو بالفنان السعودي الكبير الأستاذ علي إبراهيم. أستاذ علي حياك الله معنا في يا هلا، شرفتنا. يا هلا بعد أنا أقول يا هلا ويا مرحبا. وكلمة يا هلا يعني جت مناسبة في هذا اليوم، يعني اللي انعقد فيه القمة العربية في الظهران. يعني احنا نقول كل الوفود يا هلا ويا مرحبا فيهم وحياكم الله يعني في بلدكم الثاني. ايضا روت انا اقول لها ايضا يا مرحبا لانها قالت يا هلا وفتحت ابوابها وقالت تفضل، فانا قلت يا مرحبا وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله أنه يكون دمنا خفيف يعني على المتلقين بإذن الله تعالى. أنت ما شاء الله كل هالسنوات ودمك خفيف على الجمهور إذا ما جات علينا. طيب أولا نبارك لك التكريم اللي حصل في الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، أنت أهل لهذا التكريم، ماذا يعني هذا التكريم لعلي إبراهيم اليوم بعد كل هذه المسيرة؟ والله هو طبعا كل ما حصل تكريم كل ما زاد العبء علينا كمسرحيين وكفنانين. هو التكريم البارح كان لمجموعة الحقيقة، يعني كانت مجموعة معاصرة، منهم كمان سبقونا ومنهم أساتذتنا، يعني منهم مثلا الأستاذ سماع العاني، هذا مخرج قدم العديد من المسرحيات وأخرجها، هو من العراق الشقيق، نحن نعتبره أبونا يعني في مسرحنا. منهم الأستاذ محمد العثيم كاتب مسرحي لا يشق له غبار، يعني عمل العديد من المسرحيات الحقيقة والتي مثلت المملكة في الخارج والداخل. أيضا أستاذ عبد الله السدحان وهو زميل وحبيب أبو تركي من الذين عاصروا أيضا المسرح في بداياته. لا أنسى طبعا الأستاذ علي الهويريني. علي الهويريني يمكن شقينا الطريق أنا وياه لما كان الطريق غير مسفلت وشقينا مع بعض. في هناك من هم يستحقون أيضا التكريم لكن لم يأتيهم الدور البارح، وهي بادرة طيبة من جامعة الإمام الحقيقة أنه تفكر هذا التفكير، وأن يكون لهذا الرمز رحمة الله عليه غازي القصيبي أنه يكون له كرسي، ونحن نتشرف أن كرمنا من خلال كرسيه البارح. كل الذين كرموا منهم الدكتور أيضا نايف خلف، منهم الأستاذ رجل تيبي، أرجو ألا أنسى أحدا منهم. لكن من هي الأسماء أستاذ علي اللي تشوف أنها تستحق التكريم ولكن يعني لم يكرموا في هذا المهرجان؟ وهم سيكرمون يعني حسب ما فهمنا أنهم سيكرمون في دورات قادمة. فيه كثير منهم هم يمكن حرصوا على الذين يعملون، لا زالوا
يواصلون الركض على خشبة المسرح. والحقيقة كثير، يعني أنا لو أقعد أعد أعد كثير كثير، يعني نبغى ثلاثة على الأقل منهم، خلينا نحتفي بالرموز اللي فعلا يستحقوا التكريم، واجبهم علينا أنه على الأقل نكرمهم بذكر أسمائهم. نعم نعم، منهم الأستاذ أحمد الهذيل حقيقة يستاهل، نعم. منهم الأستاذ محمد الطويان أيضا يستاهل. كان معنا في بداية المسرح وهي كانت مسرحية طبيب المشعاب. منهم رحمة الله عليه الأستاذ محمد العلي، يعني رمزنا وحبيبنا وابتسامة المسرح السعودي الحقيقة، يعني هذاك المدرسة العظيمة الجميلة في الحب وعشقه للمسرح، تحت الكراسي تحت الكراسي، ثلاثي النكد، كثيرين الحقيقة. أنا أخشى بكر الشدي نقول طبعا دكتور بكر الشدي اللي على آخر عمره عرضنا مسرحية اسمها لكع باللكع، وهو كان لا يميز أين يقف على خشبة المسرح، لدرجة أنه أحيانا كنا نبكي أنه بكر بدأ يضيع الحركة. ليه؟ لأنه المرض كان في أيام مرضه وحريص على تنفيذ المسرحية، حريص على أنه يشارك، يعني هذا اللي خلانا أحيانا تيجي لحظات نحن نبكي أنه بكر راحت رجله في جهة ثانية، ولو فنلحق عليه ونحاول نتحرك حنا وياه انه على الاقل نذكره. يعني منهم الحقيقه وش المسرحيه دي يا استاذ؟ كانت لكع باللكع، مسرحيه كتبها الاستاذ محمد الشدي الحقيقه رئيس جمعيه الثقافه والفنون انذاك، واخرجها الاستاذ سمعان العاني. قدر يمثلها بكر الله يرحمه، قدر بكل اقتدار، يعني حضر البروفات كاملة إلى العرض المسرحي. نعم، وكان حريص يعني أنه يحضر، يا بكر يا دكتور أقعد خلينا شوف الحركة وبعدين تقوم تحرك، يقول لا لازم أنا أشارك معكم. يعني لا يفوتني أيضا أن أذكر حقيقة أسماء ورموز في المسرح السعودي. احنا بنقول المسرح السعودي عشان نشمل، عندك رموز في الأحساء، عبد الرحمن الحمد، منطقة شرقية عموما، الله يرحمه كان المريخي، عندك الآن علي الغوينم، عندك شباب طالعين الآن ما شاء الله، عندك دكتور سامي الجمعان. خلينا نروح مثلا للمنطقة الغربية، هناك الأستاذ عمر الجاسر، الأستاذ محمد باخش، الأستاذ أيضا محمد حمزة، ناس يعني قدموا الكثير. نروح الطائف لا ننساهم، طائف الورد، فهد رد الحارثي، أحمد الأحمري مخرج، سعد زهراني، سامي الزهراني، ناس متقدة حماس للمسرح، وهذول يستحقون أيضا التكريم. لكن أنا بالذات، وأعوذ بالله من كلمة أنا، هذا الدرع وهذه الشهادة اللي خذيتها البارح أنا قلت أهديها لكل زملائي في كل مناطق المملكة، في تبوك، في القصيم، لدينا ناس في القصيم أيضا كتاب ومخرجين ومهتمين بالمسرح، فيه لابد أذكره الآن الأستاذ علي السعيد أبو عبد العزيز. هذا يعني بالمصادفة أو ما هي بالمصادفة، هذه حقيقة هو أحد تلاميذ، يعني أنا درسته، أنا كنت مدرس تربية فنية ودرست هذا الشاب، والآن هو الذي يذكرني بتاريخي حقيقة. تاريخك التعليمي ولا الفني؟ التعليمي والفني، يعني لما شاف أنه في تكريم لي أظهر لي أرشيف مو عندي أنا، يعني عنده هو، فأنا فوجئت بهذا الرجل ما شاء الله. أنت تستاهل هذا الوفاء لأنك وفي جدا مع زملائك، ولا أدل من ذكرك الآن لهم وسردك لكل هذه الأسماء. وسامحني اللي ما ذكرته الآن لأنه كثر يعني، والحمد لله المملكة العربية السعودية تزخر في جميع المناطق، يعني كمان لا ننسى أبها، لا ننسى حايل، لا ننسى يعني مناطق كثيرة، يعني أنا قلت الشرقية وقلت الغربية وقلت الوسطى وقلت كل هؤلاء يستحقون التكريم.
مهما بذلنا احنا، وانا يمكن اتحدث باسمهم كلهم، مهما بذلنا لن نوفي هذا البلد حقه. والبارح حتى قلت الجنسين ترى كلهم مواهب، وهنا كمان نقدم شكر يا رجل لدولتنا العزيزة لما توليه للنشاط الفني والثقافي. حقيقة نقدر شكرنا أو نقدم شكرنا لحبيبنا، يعني حبيب الفنانين والمثقفين والرياضيين صاحب اسمه الملك الأمير محمد بن سلمان. هذا الذي عندما تراه تشعر بالبهجة، عندما ترى تحرك هذا الشاب الذي ينبئ بالمستقبل الجميل، يعني وكأنه يحمل سلة ورد ويوزعها هنا وهناك. ندعو طبعا لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وبلا شك ندعو له بطول العمر والصحة والعافية. ويبدو أنك يمكن تلاحظ هذه الابتسامة، أنا من البارح يبدو لي أني ما نمت وقاعد أدعي إن شاء الله أن هذه البلد يستمر عليها الرخاء والحب. آمين. وتجمعنا دائما هذه الإبداعات. جميل جدا، يعني أنا والله هذا السرد الشهي اللي الواحد ما ودي يقاطع، ودي بس يسمع. أستاذ علي طبيب المشعب، المسرحية الأولى اللي نفذتها نتكلم عن 1394 أو 93 تقريبا، أكثر من 50 سنة حتى اليوم. ما الذي تغير في المسرح السعودي؟ والله هو اللي تغير أنه الحمد لله زاد الدعم، زادت الإمكانيات بالنسبة يعني لأدوات المسرح، أماكن العروض الآن زادت، الاهتمام بدأ يزداد، وخاصة يعني خلينا نقول من السنوات هذه، يعني العام الماضي، السنتين القادمة، السنتين اللي مضت أو الثلاث سنوات اللي مضت، في دعم من كل القطاعات حقيقة. ولا بد أن أذكر يعني عندك أمانة مدينة الرياض تتحفنا أيام العيد أنه نعمل مسرح، يعني ولو أنه مسرح جماهيري وتبغى الناس يعيدون وكذا. يعني عندك وكالة الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة والإعلام، كثير من الآن عندنا هيئة الترفيه إن شاء الله، ولو لنا عتب عليها أنه يعني ياليت أنه كمان تلتفت لنا شوي صراحة، هو عتب ويمكن همزة أنه التفتوا لنا، يعني أعطونا كمان خلونا نشتغل شيء يمسنا، يعني مو ترى أنه يعني اللي أنتوا قاعدين تجيبونه مو كويس، لا في ترفيه بس خلونا نرفع من عندنا، يعني خل شبابنا كمان يشوفونا، خلوا شبابنا يطلعون، خلوا شاباتنا يطلعون، خلوا مواهبنا تطلع من خلالنا. أنا أقول كذا وأجرى على الله كيفهم يمكن. يعني تقصد بالمسرحيات اللي قدمتها هيئة الترفيه أنها كانت دون المستوى مثلا؟ لا مش دون المستوى، بس خليها تطلع من هنا، أنا أبغاها تطلع من التربة وأن تكون سعودية بحتة، يعني فليشارك معنا مثلا، لكن خلو في أنا يا رجل إذا كانت طائف في السنة الواحدة تجيب أكثر من جائزة، يعني تدخل مهرجانات بالضبط وتجيب جوائز، إذا كان الأحساء تقيم الآن مهرجانات وتقيم أيضا مهرجانات سينمائية، إذا كان المنطقة الغربية فرع الجمعية في المنطقة الغربية ما شاء الله في جدة متقد، يعني لما يعني تحرك من خلال فنان اللي هو الدكتور عمر الجاسر وزملاء، فهم أولى بالحضور. نعم هم أولى بالحضور بلا شك، يعني ليلة يعني ما شاء الله عندنا، يعني ليش احنا ترى ما احنا قليلين صراحة، ولو يعني احنا مثلا نقول ما احنا خريجين معاهد، لكن في من تخرج الآن، عندنا مخرجين سينمائيين، عندنا كتاب شباب، عندنا كاتبات، عندنا مخرجات، يكفي عندنا مخرجات دخلوا مهرجانات وجابوا جوائز، يعني فخلوا يعني التربة اللي يعني قاعد
يزرعها صاحب السمو الملكي سيدي الأمير محمد بن سلمان، خلوها تنبت تطلع يعني موشحة بالعالم الأخضر الرائع اللي فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتوقع رسالة واضحة، يعني تبغانا نقول مسرحيات طارق العلي والمسرح المصري ولا نسكت؟ لا ما قلت، أنا ما أحدد، لأنه أنت يعني أنت كفنان ما تنتقد زملائك في هذا، لكن نقول أيضا لنا خصوصية يعني خلنا. لا أنت رسالتك واضحة وأنت ما انتقدت أحد، لكن أنت كنت توجه رسالة إلى أنه ممثلي وكتاب ومواهب المسرح السعودي هم الأولى بالدعم والحضور في فعاليات هيئة الترفيه. يا سلام عليك. أي نعم. تسمح لي أخذ فاصل؟ تفضل. طيب الفاصل ومكملين معكم في هذا. حياكم الله من جديد معنا في أهلا، حديثي ما زال مستمرا مع الفنان السعودي الكبير الأستاذ علي إبراهيم عن المسرح السعودي وعن تكريمه مؤخرا في جامعة اليمامة. رحب فيك مجددا أستاذ علي. أستاذ علي، أمس كنا نناقش أيضا موضوع المسرح، وكانت ضيفتي هنا في الاستوديو على هذا الكرسي الأستاذة حليمة مظفر، وكان الحديث عن أنه نحتاج إلى جودة أكبر في كتابة النصوص المسرحية وفي إخراجها وفي الشغل الفني على المسرح الذي يخرج اليوم، تتفق ولا تختلف مع طرح الأستاذة حليمة؟ لا، هو في كتاب على فكرة، بس يمكن ما حد يعني اكتشفهم. في كتاب على فكرة شباب الآن يكتبون مسرح بشكل علمي ومدروس، يعني في دورات تعملها جمعية الثقافة والفنون، في شباب يروحون يأخذون دورات على حسابهم 3 شهور 4 شهور في القاهرة في المعاهد، يروح أيضا في البحرين يروح على حسابهم ترى ويأخذ دورات. في من يكتب نصوص مسرحية بشكل عظيم جدا يعني، بس انتوا اعطوهم، خلوهم افتحوا لهم المجال، يعني سلطوا عليهم الضوء. يعني قبل فترة كان فيه مهرجان صغير اسمه مهرجان الشباب للمسرح، عملته الجمعية جمعية الثقافة والفنون، الشباب معظمهم ترى صرفوا على المسرحيات، يعني معظمهم يعني من جيوبهم نعم، كثيرين يعني عاملين فرق صغيرة وسووا زي المسابقة وعملوا لهم جوائز وتقييم. ليش ما دعم من جهة رسمية؟ ما هذا اللي نقوله، يعني لماذا لا يدعم يعني مثل هذا؟ يا أخي ما دام عندك هذا الشباب وهذا الإقبال وهذه الروح لا تقتلها يا أخي. كمان يعني خلينا واقعيين، المادة الآن كمان أصبحت مهمة جدا، يعني الآن أنت عشان تركب بس تاكسي يبغى لك مبلغ وقدره، عشان تشغل سيارتك يبغى لك بعد. صحيح. فما بالك أنك فما بالك تروح بلاش وتجيب بلاش، يعني الوقت أيضا. فبالعكس موجودين شباب، والدليل يا أخي فهد رد الحارثي ما شاء الله كل سنة يروح و و ويغامر في هذا ويجيب جوائز ذهبية. صحيح. مش يعني يجيب جائزة النص، يجيبون جائزة أفضل إخراج، جائزة السينوغرافيا، جائزة. وبعدين يعني أيضا دعموهم وقفوا معهم. صحيح. وإذا سمحت لي حقيقة أنا يعني وجه شكر وتحية وتقدير لفهد رد الحارثي ولكل كتاب المسرح اللي عندنا على الجوائز المشرفة اللي يحصلون عليها باستمرار. سلطان يا أخي في المنطقة الشرقية في الأحساء، سلطان النوة من الشباب اللي توقف قدامه أنت تنبهر يا أخي، وهو لسه شاب ما شاء الله تبارك الله. نايف لبقمي، يمكن أنا اقتربت منه فترة وشفت شغفه. شغفه يا سلام عليك. في واحد اسمه فهد الشهري، أنا كنت معاه بالقاهرة يوميا، وينك إذا ما في عنده تصوير تلقاه منغبس في أحد المكتبات القديمة يدور المسرحيات العالمية. يا فهد وش القصة؟ قال بس أتزود بالعلم، أخذ يا أخي ثقافة. تخيل في عندنا علي الأسمري كاتب، عندنا علي الشهري
شباب حلوين. جميل جدا. طيب الأستاذة حليمة أيضا في لقاء أمس كانت تتفق معك في رؤيتك في البداية وتقول أنه نعيش مرحلة ربيعية فيما يخص المسرح. نعم. وطالبت بالإسراع بإنشاء أكاديمية للفنون من زمان. وش رأي علي إبراهيم في هالموضوع؟ من زمان طلبنا فيها من زمان أكاديمية. قلنا لما كان يعني فترة انه يغطون على المسرح ويغطون على الفنون انه قلنا خلوها زي الدورات، خذوا في الصيفية مجموعات خلوا يروحون القاهرة ولا جيبوا لكم من كذا استاذ من المعهد العالي وخلوهم يدرسونهم خلال 3 شهور 6 شهور دورات يعني. لكن الان نعم نطالب وهذا حق مشروع انه يكون في اكاديمية إن شاء الله للفنون يعني. خلونا نطلع يعني الحمد لله شبابنا شاباتنا مواهب كبيرة جدا، خلونا نطلع. المملكة العربية السعودية تستاهل، تستاهل أنها تكون رائدة في كل المجالات العلمية والفنية والثقافية، تستاهل. هذه اسمها المملكة العربية السعودية حماها الله، هذه قائدة الأمة العربية والإسلامية، هذه الأم، هذه لازم تكون وين يعني، مثل ما تقول الأغنية، مثل ما قال الشاعر فوق هام السحب يعني. صحيح، وهي دائما فوق هام السحب بإذن الله تعالى. طيب اليوم يعني يمكن برامج كثير تناولت الفترة اللي خبد فيها المسرح وبأسبابها بكل ما فيها. المستقبل اليوم للمسرح السعودي في ظل كل ما تراه كيف تشوفه؟ كيف تشوف المستقبل؟ المستقبل مبشر جدا. يحتاج منا، وطبعا أنا ما مو أنا اللي أقول للشباب، الهمة يا شباب، الهمة يا عشاق المسرح، فلنتعامل معه بحب حقيقة. بحب نعم. أنت عندما تحب الشيء تبدع فيه، يعني نتعامل بحب وعشق، من خلال الحب والعشق أنت تبدع، تبدع سواء موسيقي سواء شاعر سواء كاتب سواء حتى المتذوق حتى الناقد، عندما تحب هذه الشغلة تبدع فيها. بلا شك أنه الحمد لله الآن في شتى المجالات، في شتى المجالات المستقبل واعد والمستقبل مزهر. احنا ان شاء الله نصير بالامل، والامل بالله كبير جدا باذن الله تعالى، والمستقبل كله لنا باذن الله تعالى. انت تتفق انه مرت فتره انطفاء للمسرح ولا لا؟ طبعا مرت فتره انه في تخوف، يعني انا ما يمكن اعرض وفجاه القى ناس داخلين علي مثلا يوقفون العرض، ولا اسوي مسرحيه بتذاكر وابيع تذاكر وليله العرض يقولوا لا 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 ما في عرض، كيف انا يعني كيف ارجع فلوس الناس؟ يعني كان في نوع من التخوف من الموسيقى، من يعني انه ما في عرض متكامل. الان الحمد لله لا ما لكم عذر يا المسرحيين. طيب تفضلوا. نعم 1392 دخل علي إبراهيم إلى الإذاعة، قدمت من هناك دراما كثيرة. أنا دخلت التلفزيون أول شيء في نفس العام هذا. أنا أبغى الإذاعة تحديدا. إيه؟ طيب كل اللي دخلوا الإذاعة بلا استثناء، إلا ما أعرف إذا في اسم اسمين بس ما أعتقد على ما بحثت. إيه؟ يعني خلاص تركوا الإذاعة واتجهوا إلى اتجاهات أخرى. إيه؟ إلا علي إبراهيم ما زال هو في جدا لهذا الشغف الإذاعي، ليش؟ ما أدري، أنا من الناس اللي يعشقون الإذاعة حقيقة. 46 سنة ما مليت؟ ثانية لا ما مليت حقيقة. عظيم. لأنه أنا أستمتع وأنا رايح الإذاعة، أحس أني أفرغ شحنات معينة، أحس أني قلت فكرة معينة ولو بمسمع بسيط جدا. الإذاعة في فترة من الفترات كانت مدرسة ولا زالت تقريبا، بس زمان كان في برامج لغة عربية وفصحى، كان في برامج شعبية، كان أيضا خلنا واقعيين كان في مخرجين أكفاء كانوا أيضا يدربون على عملية الالتزام بالوقت، على الحضور، على قراءة النص قبل دخول الاستديو. على فكرة تقرأ، تقعد يعني الموعد الساعة 3 العصر
ثلاثة إلا ربع توصل إلا ربع، المخرج يقول لك اطلع برا خلاص، ما لأنه حنبدأ بروفة وبعدين ندخل الاستديو. كان في مخرجين حازمين علمونا أيضا النظام وإن كيف تحترم الوقت، يعني وكأننا في أخذنا دورات كل، يعني لو تسأل كل اللي في تلك الفترة يقولوا لك هذا الكلام. جميل. إنه وتعلمنا وحبيت الإذاعة سبحان الله. يا رب تبقى وفي هذا المكان، لأنه اللي جرب الإذاعة يعرف لذتها ودفئها وجمالها. وبعدين على فكرة تراها هي أقوى من التلفزيون ومن المسرح، لأنه الإذاعة أنت تملك المستمع من الإذن. أقوى كانت ولا ما زالت؟ ولا زالت، إنه أنت كيف تسيطر على مشاعره وتخليه يندمج معاك. يعني في ساعات في صوتك يكون في حزن، في ساعات يكون في حنان، في ساعات في بكاء، في ساعات في شيء دفين، في ساعات في حديث بينك وبين نفسك اللي يسمونه الحوار الداخلي، الضمير الكذا، فهذه كيف توصلها للمستمع؟ جميل. في نصف دقيقة لأن الوقت انتهى معي، بس أنا أمون على الشباب أباخذ نصف دقيقة. مسرحية الطبيب المشعاب من 94 هجري، أول مشاهد لعلي إبراهيم في هذاك الحين إلى آخر مشاهد له اليوم، وش تقول لجمهورك؟ والله أقول لهم شكرا اللي تحملتوني كل هذه السنين، وإن شاء الله إلى مزيد من العطاء، يعني ربنا يعطينا الصحة والعافية، ادعونا إن شاء الله وبنعطيكم على قد سننا الآن، لأنه طبعا الحركة على الخشبة ما هي مثل أول. يعني البارح حتى في التكريم لما طلعت قلت لهم سامحوني، أنا أول أحسبها صغيرة الحين أثريها كبيرة يعني. فجلسوا يضحكون. أنا أحيي كل من في الوسط الفني عموما، يعني أحيي كل من تتلمذت على يديهم. أبدأ بالأستاذ أحمد الهذيل وحمد الهذيل وعبد الرحمن المقرن والأستاذ سعد خضر سعدون وعلي الهويريني اللي أنا مسميه سقراط، وسقراط يعني على أساس الفلسفة، الفيلسوف علي الهويريني بلا شك. يعني كل زملائي، أستاذ عبد الله الصدحان، ناصر القصبي، عبد الله السناني حتى لا يزعل مني أبو فهد، طبعا المتوفين جميعهم نقول لهم ونمسي عليهم إن شاء الله، وربي إن شاء الله يرحمنا وإياهم ويسكننا وإياهم جنات النعيم. آمين. يرحم والدينا ووالديهم، وأحيي الكل الحقيقة. جميل. احنا حقيقة نحييك، نفاخر بك دائما وبكل ما تقدم، نبارك لك هذا التكريم اللي تستحقه وتستحق أكثر منه. وأشكر لك حضورك معنا في أهل أستاذ علي. يا سيدي العفو، أنا شاكر لكم هالدعوة، وإن شاء الله ما نكون يعني ثقال شوي. بالعكس، يعني أنا والله لو الوقت بيدي أمد معك إلى أكثر من حلقة. شكرا جزيلا لك أستاذ علي، وتشرف بمحاورتك. كان هذا صوت الأستاذ علي إبراهيم، هذا حديث الذكريات، حديث الفن، والله كثير من الأشياء المبهجة في هذا الحديث عن المسرح وتاريخ الفن في السعودية. ختاما يقول علي إبراهيم: فلنتعامل مع المسرح بحب. لماذا؟ لأننا كلما تعاملنا مع الأشياء بحب أخلصنا فيها وجعلناها أكثر نجاحا وحضورا وديمومة. بعد الفاصل مكملين معكم فيها. اليمن والملف اليمني كان حاضرا في القمة العربية اليوم، كما هو حاضر في مفصل وفي أحاديث كل القمم العربية وكل الحوارات العربية والإسلامية، حتى يكتب الله لليمن العربي الأصيل تحررا من الميليشيا الحوثية الإيرانية. نشوف هذا التقرير ونفتح الملف. في قمة القدس بالظهران، تناول الحضور مجمل القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، والتي كان من ضمنها الملف اليمني، والذي تحدث عنه خادم الحرمين الشريفين
بالتأكيد على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه، وكذلك تأييد كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مؤتمر الحوار الوطني 2216 اليمني الشامل تنفيذا لقرار مجلس الأمن. كما دعا خادم الحرمين الشريفين المجتمع الدولي للعمل على تهيئة كافة السبل لوصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق اليمنية، كما حمل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كامل المسؤولية حيال نشوء واستمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية التي عصفت باليمن. وكذلك رحب خادم الحرمين الشريفين بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه المدن في السعودية. تلك الصواريخ التي وصلت إلى 119 صاروخا، 3 منها استهدفت مكة المكرمة، وبرهنت للمجتمع الدولي مجددا على خطورة السلوك الإيراني في المنطقة وانتهاكه لمبادئ القانون الدولي ومجافاته للقيم والأخلاق وحسن الجوار، ومطالبا بموقف أممي حاسم تجاه ذلك. كما أكد الأمين العام للجامعة العربية تعقيبا على التدخلات الخارجية أن اليمن مثال بارز على هذه التدخلات التخريبية، ولقد استفاد الإيرانيون من هشاشة الوضع اليمني وما يواجهه أهلنا هناك من تحديات جسام، منقلبين على الشرعية الدستورية ومشجعين بعض العصابات المارقة لتضرب عرض الحائط لكل قواعد السياسة والإنسانية، حتى صارت الميليشيات التابعة لهم مصدرا لعدم الاستقرار داخل اليمن وتهديدا لأمن المملكة ودول الجوار. للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي في الاستوديو الأستاذين نجيب غلاب وهو وكيل وزارة الإعلام اليمنية، وهاني مسهور الباحث والمحلل السياسي. حياكم الله معنا في أهلا أستاذ نجيب. الحمد لله على السلامة. الملف اليمني في القمة العربية كيف تابعته؟ الرؤية المملكة العربية السعودية وهي تقود التحالف رؤية واضحة وبينة لا لبس فيها ولا شك، هي قائمة على أساس وحدة وأراضي اليمن وحماية هذا كيان الدولة والحفاظ عليه، وحماية كيان الدولة والحفاظ عليه هو بدعم الشرعية اليوم، لأن الشرعية هي من تمثل هذه الدولة، وأيضا المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وأيضا قرارات مجلس الأمن. والأهم أيضا في ظل هذه المعركة التي تدار لاستعادة الشرعية هي المسألة الإنسانية، أيضا مسألة التهديدات القادمة من اليمن عبر الحركة الحوثية وهي وكيل إيران، هذا تحظى باهتمام كبير ليس فقط على المستوى العربي بل على المستوى الدولي، وبالتالي الحوثية يتم يعني توظيفها من قبل إيران كمعسكر لإدارة حرب ضد المملكة العربية السعودية، والعالم كله يدرك ذلك. فلدينا يعني مشكلة مركبة في اليمن، هو اليوم معركة طالت نوعا ما، هناك مأساة إنسانية يتم معالجتها، وهناك سياسات يعني تم وضعها من قبل التحالف، وهناك تحالفات أيضا في هذا الجانب مع الأمم المتحدة. أنا أتصور أنه الملف اليمني بالرؤية الرسمية المطروحة اليوم في القمة العربية رؤية واضحة، لكن بالأخير هناك كثير من الأمور ما زالت بحاجة ربما إلى توضيح أكثر، بمعنى اليوم أنه الملف اليمني يعاني من تعقيدات كثيرة، هذه التعقيدات منبعها ليس الخارج وإنما الداخل، الصراعات الداخلية هي السبب الذي يقود إلى تعقيد هذا الملف، وتصبح هذه الصراعات جزء من التهديدات التي تواجه التحالف نفسه وتواجه المملكة العربية السعودية، ليس فقط تحالفات الإنقلابيين بل حتى الصراعات داخل بنية الشرعية، هذه الإشكال. وهناك اختراقات للصف الوطني الشرعي، قطر تتحرك
بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بدأت تظهر ملامح هذا التحرك وملامح التحالفات التي شكلتها داخل الصفوف المضادة للحوثية، وهي تسعى باتجاه ربط الحوثية ببعض الأطراف داخل الشرعية، وهذه مسألة خطيرة جدا ستقود الملف اليمني إلى تعقيد كبير. وأنا أعتقد لكن هل يمكن أن يتحقق شيء منها؟ هو لن يتحقق، لكن مؤشراتها أصبحت واضحة في الميدان، يعني على الأقل أصبح هناك ظاهرة صوتية اليوم تتحدث، وهذه الظاهرة الصوتية اليوم تحولت إلى عمل ميداني، وليست المظاهرات التي حصلت في تعز وهي مظاهرات تستهدف الشرعية بشكل مباشر، تحاول أن تربك التحالف في أهم مدينة. بنرجع لهذه النقطة إذا سمحت لي، بنرجع لهذه النقطة. أستاذ هاني أنا أرحب فيك وأشكر لك تجاوبك مع دعوة البرنامج، واستأذنك أنه نأخذ فاصل ونبدأ معك الحديث. فاصل ونكمل معكم. حياكم الله من جديد في أهل الحديث، ما زال مستمر عن حضور الملف اليمني في القمة العربية المسمى قمة القدس، وضيوفي نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية، وهاني مساهور الباحث والمحلل السياسي. رحب فيكم مجددا أستاذ هاني، رحب فيك. كيف قرأت حضور الملف اليمني في القمة اليوم؟ طبعا اليوم في قمة القدس في نقطة جدا مهمة، نتكلم عن تحصين الأمن القومي العربي، في محاولة إعادة قراءة للأمن القومي العربي من منظور الدول العربية. الجزئية جدا مهمة تحدث فيها المؤتمر اليوم، وهي الدولة الوطنية، تقوية الدولة الوطنية في الدول. لو عدنا إلى اليمن كنموذج مثلا من ضمن النماذج الدول اللي فيها مشكلة حاليا، بالفعل اليمن عانى كدولة وطنية من هشاشة في بناء الدولة. الدولة انهارت بشكل كبير في 2011 بفعل رياح الأخوان المسلمين في تلك المرحلة. هذا الانهيار اليوم لابد من معالجته، لا يتم معالجة مثل هذا الانهيار إلا بإعادة بناء تركيبة الدولة الوطنية من الداخل. لذلك أعتقد اليوم اليمنيين بشكل عام يحتاجون إلى جوامع جديدة، إلى حواضن أخرى غير الحواضن التي اليوم جربناها بشكل متوالي، وصلنا فيها إلى مرحلة الفشل السياسي الذريع حقيقة في الملف اليمني. اليوم نتكلم عن الداخل اليمني، الداخل اليمني اليوم مثلا نأتي إلى حزب الإصلاح، مثلا حزب التجمع اليمني للإصلاح، علي أن يجيب على السؤال، هل هو حزب يمني أو حزب خارج اليمن؟ هل هو حزب وطني أو خارج الوطن؟ مشكلة الأحزاب السياسية وانتماءاتها هي واحدة من أكبر إشكاليات السياسة وتركيبتها في داخل اليمن. الولاءات للخارج دائما ما أصابت الدول العربية بكثير من الإشكاليات في بنيتها الداخلية. اليوم مثلا الحوثيين يمثلون جزء من هذه التركيبة، الحوثيين ولاؤهم إلى الخارج إلى إيران، ولكن حزب الإصلاح وهو تابع إلى الشرعية اليوم لديه أيضا هذه الإشكالية. هو إلى اليوم يدور في فلك حركة تنظيم الأخوان المسلمين، لم يستطع التعامل كحزب وطني. الأحزاب الوطنية بشكل عام غائبة عن المشهد السياسي في اليمن، لذلك أعتقد هذه الفراغات الواسعة تتيح دائما حالات الاختراق الملحوظة. اليوم نتحدث عن اختراق موجود في داخل الكيان التابع للشرعية، هناك اختراق قطري، اختراق تركي، حتى في بالعودة إلى القمة العربية، القمة العربية اليوم راعت كل التدخلات الخارجية وتعاملت معها بأنها يعني بشكل كامل. نتحدث عن التدخل التركي في سوريا والعراق، نتحدث عن التدخل الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن. هذا التعامل وهذا الوضوح في الصورة بالنسبة
للمنظومة العربية، أعتقد يجب أن تنعكس أيضا على مستوى الدول بشكل منفرد. تقوية الدولة الوطنية أعتقد هذا يحتاج إلى عمل في جرأة، في قوة، واتخاذ قرارات جريئة. مثلا في اليمن اليوم نحن أمام مرحلة لابد من تحديد مسارات هذه الأحزاب السياسية. لدينا أحزاب كثيرة هشة أو ضعيفة، لماذا لا يتم دمجها أو يتم إحلالها؟ لدينا أيضا أحزاب مثل حزب المؤتمر الشعبي العام. اليوم حزب المؤتمر الشعبي العام تم تشتيته ما بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لماذا لا يتم لملمة هذا الحزب في إطار الشرعية السياسية؟ في المقابل أيضا لدينا قوى صاعدة أفرزتها عاصفة الحزم بحكم العمليات العسكرية وبحكم الخلفيات السابقة، مثلا المجلس الجنوبي الانتقالي واحد من أهم الإفرازات الحالية، لماذا لا يتم احتوائه في إطار العمل المتكامل لتجاوز هذه المرحلة؟ أعتقد مرحلة تقوية البنية التحتية في الدولة نفسها كأحزاب وسياسات تحتاج إلى مراجعة في الملف اليمني، وليس فقط مراجعة بل قرار حازم ويتم العمل فيه. أخذ هذه النقطة وأمررها للأستاذ نجيب. الأحزاب في الداخل اليمني هل اليوم باتت عبء ومشكلة إضافية لمشكلة اليمن؟ أنا بكون صريح معك، للأمانة صارت عبء كبير ولم تتمكن من توحيد إرادتها في ظل معركة كبرى. يعني الكيان الوطني مهدد كله، والأحزاب تدافع عن نفسها وعن مصالحها، وتحولت وكأنها قبائل جديدة بمظهر حزبي تنظيمي، وبالتالي أصبحت أشد وطأة في الصراع الداخلي وفي بث التناقضات وفي خلق النزاعات، ربما أكثر من القبيلة التقليدية. أصبحت هذه القبيلة الحداثية اللي من المفروض أن تكون أداة جديدة لصناعة التوافقات وإدارة الصراعات وفق آليات الناس متفقين عليها، ما بالك في معركة تهدد الجميع، تهدد الظاهرة الحزبية بكلها، الحوثية أقصت الجميع، أنهت العملية السياسية بشكل كامل، رفضت الأحزاب وأرادت حتى الأحزاب الموجودة في صنعاء تتعامل معها عبارة عن ملحقات وعبارة عن خلايا تشتغل لصالحها. وبالتالي العمل الحزبي اليوم في ظل معركة عسكرية أنا أعتقد أنه حتى ما قدرش أنه يتحول إلى حامل سياسي أمام يعني حامل سياسي للمعركة، مجرد صنع مشكلة، ولا تحولت وحتى أنه تحول إلى إعادة تقسيم السلطة، محاصصة، محاولة للسيطرة والهيمنة من قبل الأطراف الحزبية الأقوى كالإصلاح على الشرعية. وبالتالي هذا خلق حالة من الشتات والصراع والنزاع الداخلي، وأيضا قابلية التوظيف الخارجي. طيب أنا بدعوكم أن نرتاح شوي من هالصراع ونأخذ فاصل ونرجع نكمل حديثنا بعد إذنكم. فاصل مكملين. حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا. ضيوف الأستاذ نجيب غلاب وهاني مسهور اللي يقدر لهم حضورهم كثير. أستاذ هاني، قبل ما نختم، متفائل بمستقبل اليمن بعد القمة؟ نعم، متفائل كثير، لأنها ركزت على الأمن القومي العربي والحفاظ عليه ومواجهة إيران. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في يا هلا. أستاذ هاني متفائل؟ بالتأكيد متفائلين، خاصة العودة إلى القضية الأساسية وهي بناء الدولة الوطنية من داخلها. أعتقد أنه هذه مرحلة جدا مهمة ولا بد من البناء عليها مستقبلا. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هلا. حلقتنا انتهت، شكرا لمتابعتكم، اشوفكم بكره، تصبحون على خير.